حياكم الله من جديد. أن تتعرض لمحاولة اختراق أو تجسس هذا هو طبيعي في فضاء الشبكات على الإنترنت، ولكن كيف تجعل خصوصيتك في مهب الريح من خلال استخدامك للتطبيقات المشبوهة وخاصة الVPN؟ مخاطر هذه التطبيقات وكيف تجعل خصوصيتك متاحة للجميع، هذا ما سنعرفه مع المختص والمحرر التقني في اندبندنت عربية عبد الله السبع. مساء الخير عبد الله. اهلا، هلا والله، الله يعطيك العافيه، جزاكم الله خير على الاستضافه. يا هلا وسهلا، حياك الله عبد الله. عبد الله، خلينا بدايه نعرف برامج الفي بي ان وليش اصلا بعض الناس يلجا لها. طيب، برامج الفي بي ان استخدام اغلب الناس لها لسبب واحد او لشيء واحد، وهو انه هو يتجاوز الحجب الحكومي للخدمات اللي موجوده عندهم. فهذه هي اغلب استخدامات الناس لها، لانه انا ما استخدم برامج الفي بي ان الا لان انا حاب اتجاوز الحجب الحكومي. بجانب بعض الفوائد الثانيه لها، في بعض الناس يستخدمها لتجاوز بعض الاعلانات وغيرها، لكنه اغلب الاستخدام او 99% من الاستخدام هو بسبب تجاوز الحجب المفروض على بعض المواقع، لذلك اغلب الناس يبدا يعتمد على هذه البرامج ويستخدمها. طيب، في حال استخدمها هذا الشخص اليوم بغض النظر عن دافعه وبغض النظر عن رغبته، لكن ايش المخاطر اللي تترتب على استخدام هالنوع من التطبيقات؟ شوف، لازم نتفق على شيء ولازم نعرف شيء. اكبر مشكله في برامج الفي بي ان انه انت خصوصيتك راح تكون في مهب الريح. ليه؟ اي شيء انت تدخله او اي شيء انت تحطه او انت تستخدم برامج الفي بي ان راح يكون في امكانيه للوصول لها من طرف ثالث. اعطيك مثال، اذا انت جيت تدخل على البنك، فانت مجرد ما تحط رقمك السري من دون استخدام برامج الفي بي ان مباشره الرقم السري راح يروح للبنك، والبنك راح يبدا يتعرف عليك وخلصنا. لكن اذا انت تستخدم برامج الفي بي ان وحطيت رقمك السري، فرقمك السري راح يكون موجود على سيرفر خارجي موجود الخاص بالفي بي ان، فهم راح يجمعون بعض البيانات الخاصه للمستخدمين وبعدها يروح الى البنك. فانت بالعربي استخدامك لبرامج الفي بي ان، فانت تحط بينك وبين المواقع او البنوك او اي جهه اخرى منطقه وسط تجمع البيانات هذه، يكون عندها بيانات كبيرة. لذلك أغلب برامج الفي بي ان تكون مجانية لأن هدفهم جمع بيانات المستخدمين. طيب، إذا أنا دخلت على البنك وما فعلت هذا التطبيق اللي هو الفي بي ان، هل أيضا نفس المبدأ يكون؟ إذا أنت استخدمت برامج الفي بي ان، رقمك السري أو بياناتك أو بعض بياناتك راح يكون موجودة في السيرفر الخاص في الفي بي ان. لكن إذا أنت ما استخدمت الفي بي ان ومجرد اتصالك مباشر مع التطبيق مع البنك، ما عندك أي مشكلة. مشكلتنا إذا أنت فعلت الفي بي ان وبديت تدخل أرقامك السرية وتستخدم أرقامك السرية في الفي بي ان، فهذا يسهل عملية اختراقك، لأنه أنت راح يكون في وسيط بينك وبين المواقع، والوسيط هذا بإمكانه جمع البيانات والاستفادة منها. طيب، معلوم عبد الله أنه اليوم جزء من الحجب الحكومي يكون موجه طبعا اما لمواقع يعني فيها مخاطر او ايذاء نفسي او لفظي او جسدي، مواقع اباحيه، مواقع تتعلق بالثقافه العامه، لكن هل الحجب الحكومي قادر ايضا على الوصول لحجب مثل هالتطبيقات الفي بي ان لضر المستخدمين؟ شوف، هذه المفترض السؤال يوجه لهيئة الاتصالات لأن هي المسؤولة. أنا أسألك كمختص يعني وكخبير. كمختص في إمكانية، وفي بعض البرامج حاليا ما تعمل داخل السعودية، لكن في بعض البرامج تتجاوز هذه الحجب، ومن الصعب جدا، خلينا نقول مو من الصعب لكنه شبه أنه في عملية حجب برامج الفي بي ان جدا معقدة، ولكن هي تعتمد على وعي المستخدم. إذا أنت راح تبدأ تستخدم هذه البرامج وأنت ما تعرف وش مخاطرها، فهذه مشكلة كبيرة، لأنه استخدام مثل هذه البرامج فأنت راح تكون رهينة لصاحب البرنامج هذا، لأنه راح يوصل إلى بيانات حساسة عنك. طيب، أنت ذكرت أنه بياناتك قد تكون عرضة لحفظها في مع طرف ثالث، ماذا عن بياناتك الخاصة؟ احنا نتكلم عن الصور، نتكلم عن البرامج الخاصة فيك، المعلومات الأخرى اللي تحتفظ فيها في جهازك، هل أيضا لدى تطبيقات الفي بي ان قدرة على الوصول إلى هذه البيانات؟
بالغالب لا، لكن لها قدرة الوصول إلى البيانات اللي أنت تشاركها في الإنترنت. فعلى سبيل المثال، إذا أنت رفعت صورة من على موقع وأنت كنت تستخدم الفي بي إن، فبإمكانهم أن يكون لهم وصول إلى الصورة هذه، لأنه أنت بالعربي أي بيانات متبادلة بينك وبين أي موقع وفي بي بي إن بالوسط بينكم، فالفي بي إن راح يكون له وصول إلى هذه البيانات وقد يكون له إمكانية الاطلاع عليها. لكن احنا ما نقول ان كل برامج الفي بي ان قادر الاطلاع على هذه البيانات، احنا نقول انه هذا مبدا الفي بي ان، انه انت تحط بينك وبين الموقع شخص، فهذا الشخص او سيرفر، فهذا السيرفر راح يكون له وصول لجميع البيانات اللي انت تحطها، لانه بالغالب البيانات هذه ما راح تكون مشفره. طيب في نسخ كثيره طبعا من تطبيقات الفي بي ان تقف عليها كثير، يمكن جهات او افراد ما نعرف، لكن في الغالب من يدير هذه البرامج؟ من يقف وراءها؟ والله هي في بعضها تعتمد على الافراد، في بعضها تعتمد على شركات. يعني انت كمستخدم بامكانك انه انت تشوف سياسه الخصوصيه الى اي تطبيق في بي ان، راح تلقى من المسؤول عنه ومنه من الشركه وايش البيانات اللي يجمعونها عنك. طبعا في بعض التطبيقات اساسا واضحه انه احنا مسوين هذه الخدمه حتى نجمع بعض البيانات الخاصه للمستخدمين ونشاركها مع الشركات الاعلانيه وغيرها، لانه عمليه استهداف المستخدمين بالاعلانات جدا صعبه، لكن تطبيقات في بي ان ممكن تسهل عليك هذه العمليه. طبعا انا ما اقول لك انه بس هذا الاستخدام لها، لا، في استخدامات متعددة لها، وبإمكانهم أنهم يتاجرون بالبيانات الخاصة فيك مع السيرفرات وغيرها من الخدمات وبيع البيانات. يعني في تطبيقات أساساً قامت ببيع بيانات المستخدمين إلى شركات أخرى بغرض الأبحاث وغيرها من الشغلات المختلفة. طيب فيما يخص تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإحنا نتكلم عن تطبيقات معينة تحديداً تلك التي تعتمد يعني على الصورة والفيديو للمشاركة من قبلك كمستخدم اليوم، هل أيضا بحال تفعيل تطبيق الفي بي ان تستطيع أو يستطيع هذا الطرف الثالث الوصول إلى معلوماتي وتخزين البيانات المتعلقة بها؟ خلني أقول لك توضيح بسيط. تفضل. إذا أنت استخدمت تطبيق الفي بي ان، فأنت تحط بينك وبين أي خدمة شخص بإمكان هذا الشخص الوصول إلى البيانات. وش حجم البيانات اللي ممكن يوصلها؟ جدا كبير. لكن خلينا نقول لك انه جميع البيانات المدخل من ارقام سريه، من اسامي مستخدمين وغيرها، راح يكون لتطبيق الفي بي ان وصول لها، وهذه هي الخطوره العليا، لانه راح يكون بامكانهم انه يخترقونك عن طريق البيانات هذه لانها تتسرب عندك. فهذه المشكله الكبيره في تطبيقات الفي بي ان. اتكلمت قبل شوي انه يعني العمليه تعتمد على متاجره، يعني وهذا كل هدف اعلاني بحت اليوم. هل في أهداف ثانية لعملية المتاجرة اللي تحدثت عنها عبد الله؟ طيب خلني أنا أشوف، ما ودي أتوسع في عملية المتاجرة لأنها موضوع جدا واسع، لكن أي خدمة مجانية فالمستخدم وبياناته هم السلعة. هذه منطق لازم إحنا نعرفه، أي خدمة مجانية في الإنترنت فالمستخدم وبياناته هي السلعة. أنت راح تكون سلعة بطريقة أو بأخرى لو اعتمدت على مثل هذه التطبيقات اللي هي الفي بي إن وغيرها، لكن وش حجم البيانات اللي هم راح يوصلون لها؟ أنا أرجع وأقول لك نفس الإجابة اللي قبل، إنه جدا كبيرة، لأنه أي مدخل أنت تدخله راح يكون لهم وصول له. طيب يعني أنا هنا بسألك عبد الله أنت كمختص، طبعا اليوم جزء كبير من الإعلانات إما تعتمد الهندسة الاجتماعية للوصول لك، وهذا طبعا بالدرجة الأولى يعتمد على سلوك كمستخدم للوصول إلى أهدافهم. اليوم كل الجانبين قاعدة تستخدمها الشركات، يعني بمعنى أنها تستخدم البيانات هذه للوصول لك وتستخدم الهندسة الاجتماعية، ولا هي جزء منها؟ لا، الهندسة الاجتماعية شيء مفصول جدا عن استهداف المستخدمين بالإعلانات. هذه لازم نفرق بينها. الهندسة الاجتماعية هي أسلوب يتم اختراق المستخدمين من خلاله. زي ما حصل قبل يومين للشخص اللي تم سرق، أو تم يعني على قولتهم إصدار قرض عليه بطريقة أو بأخرى وسرقت هذه الفلوس. أيضا بالغالب 90% أو أكثر من 90% من اختراقات البنوك تكون عن طريق الهندسة الاجتماعية. كل اختراقات تطبيق الواتساب تكون عن طريق الهندسة الاجتماعية. ليه؟ لأن الهندسة الاجتماعية تعتمد على مبدأ أنه أي شخص إنسانة معسول قادر يتلاعب بالناس ويسرق بياناتهم، وقادر أنه يوصل إلى معلومات حساسة عندهم. لكنه موضوع استهداف المستخدمين بالإعلانات هذا شيء مفصول وشيء مختلف بشكل كامل عن الهندسة الاجتماعية. جيد.
عبد الله، بعض المستخدمين قد يلجأ لبعض تطبيقات الفي بي ان، خصوصا الاشخاص اللي يعني يستهدفون الحصول على معلومات، على دراسات، على ابحاث. انت تعرف بعض الاحيان الحجب الحكومي يكون مرتبط بكلمات يمكن مفتاحيه او يعني دومين معين او اي بي معين للدلاله على خطر معين، لكن الاشخاص اللي يستخدمونها لاغراض اخرى، وش البدائل عندهم؟ شوف، ما في شيء اسمه انا والله يعني هم حجبوا موقع معين الا لو في ضرر، لكنه انت كدكتور او كمستخدم او كباحث، المواقع موجوده ومفتوحه وتقدر تستفيد منها وموجوده المعلومات فيها كامله، يعني في بدائل كثيره في عالم الانترنت. لا تجي تقنعني تقول انه فقط معلومتي الطبيه موجوده في هذا الموقع او فقط المعلومه اللي انا احتاجها موجوده في هذا الموقع، لا مو صحيح، في بدائل موجوده ومفتوحه ومشاعه للناس وكل الناس تقدر تستخدمها، فما ودي اذكر مواقع بعينها، لكن خلينا نقدر نقول انه البدائل موجوده، لكن انت تقول انه فقط هذا الموقع راح يخدمني، انا اقول لك لا، يمكن انت ما تعرف الا هذا الموقع، لكنه البدائل الموجوده وما في موقع يحجب الا لسبب انه تم حجبه لسبب او مشكله خاصه بهذا الموقع. جيد. رسالتك الاخيره اليوم عبد الله للمستخدمين حول هذه التطبيقات وش تكون؟ ارجع واقول اي تطبيق مجاني المستخدم هو السلعه، تطبيقات الفي بي ان اساسا تعتمد انه انت البيانات المدخله فيها راح تحفظ بطريقه او باخرى وراح يتم المتاجره فيها، لذلك اذا انت راح تستخدمها ابعد بياناتك الشخصيه، ارقامك السريه، بطاقاتك البنكيه وغيرها عن تطبيقات الفي بي ان، لان بامكان اي شخص الوصول لهذه البيانات وسرقه بياناتك وحساباتك. معلومات قيمة، شكرا جزيلا لك عبد الله السبع المختص والمحرر التقني في اندبندنت عربية لكل هذه المعلومات والإيضاحات حول تطبيقات الفي بي ان وضررها ومخاطرها على المستخدمين. بعد الفاصل لنعوده.